كل المناسبات الكنسية احنا بنعتبرها مناسبات مفرحة، فلا يوجد في الكنيسة حزن. الكنيسة بيت الله فهي بيت الفرح. النهاردة في إنجيل اليوم كنا عاوزين نتكلم عن بين الحزن والفرح. دي حياة الإنسان بتتأرجح بين أحزان بيصنعها العالم أو بتصنعها الخطية، وبين أفراح بيدهن الله من خلال روحه القدوس. فالفرح هو من ثمار الروح القدس، محبة، فرح، سلام. إنسان الله إنسان بيبقى فرحان، ما بيبقاش إنسان زعلان، لأنه روح الله القدوس بيعزيه وبيفرح قلبه. عشان كده نهاية الإنجيل اللي قرأناه النهاردة بنقول في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. مهما كانت الدقات اللي العالم بيصنعها قوية وتبقى صعبة على الإنسان، لكن النعمة اللي جواه يقدر يتغلب بيها على كل الأحزان التي يصنعها العالم إن ثبت في هذه النعمة. عاوزين نتكلم النهاردة عن أنواع من الحزن. الحزن نوعين، في حزن رضيء وفي حزن كما قال عليه بولس الرسول بحسب مشيئة الله، لأن هو قال كده، لأن الحزن الذي بحسب، لأن حزن العالم ينشئ موتا، أما الحزن الذي بحسب مشيئة الله فينشئ توبة لخلاصا بلا ندامة. إذن في نوعين من الحزن، في حزن نعتبر بحسب مشيئة الله، ده حزن التوبة، الإنسان بيحزن على خطاياه فبيقدم توبة. زي كده نينوى لما حزنت على خطاياها، فالملك أمر بأن الكل يلبس مسوح ورماد ويعلنوا الصيام، فده كان حزن، ده حزن مقدس. ليه؟ لأن الحزن ده بينشئ توبة، بيخلي الإنسان يقدم توبة عن خطاياه، فالعمل النعمة يشتغل فيه. أو في حزن تاني، الحزن على الخطية عموما، إنسان الله يحزن لما يلاقي الخطية منتشرة في العالم، زي القديس بولس الرسول لما عرف بحكاية خاطي كورنثوس حزن من كل قلبه واتضايق على هذه الخطية وأمر بعقوبة، وهو بيأمر بعقوبة كان حزين، هو مش عاوز يعاقب حد، لكن كان مضطر لكده، يا إلا الخطية هتبدأ تنتشر وسط الناس كلها، فهو بيبقى حزين، حزين على الخطية عموما اللي بتعمل في العالم. ده الحزن المقدس، الحزن الذي بحسب مشيئة الله. ولكن في نوع تاني من الحزن، الحزن الرديء. الحزن الرديء زي كده ما الإنسان يحزن على ذاته، يحزن على نفسه، يقول أنا كنت إيه وبقيت إيه، أنا كنت صاحب سلطة وبعدين دلوقتي فقدتها، أنا كان بكلمة واحدة مني الناس كلها اللي حواليا بتتحرك، دلوقتي ليس لي أي سلطة. فيبدأ الإنسان يحزن على نفسه، أو يدخل في موقف وبعدين يشوف أن الموقف ده النتيجة ما كانتش في صالحه فيحزن على نفسه. وهذا الإنسان لو كانت ذاته عالية ممكن الحزن ده يقود المرض والتعب، وبعض الأحيان الإنسان ما بيحتملش، يقول لك ما احتملش الموقف فجات له أزمة وقع مات. فالحزن الرديء ده لو كان حزن على الذات ممكن، أو حزن على الفلوس ممكن الإنسان ما يحتملش، يجي له شلل، يجي له جلطة، ما بيحتملش، ده حزن العالم، ده الحزن الرديء. وليه ده حزن رديء؟ لأنه الإنسان لما بيحزن على شيء في العالم هو بيحزن على شيء مؤقت، في النهاية العالم ما بيديش للإنسان حاجة دائمة ولا حاجة حقيقية. يعني أي حاجة بيديها العالم للإنسان هي مؤقتة، الصحة بتبقى مؤقتة، السلطة بتبقى مؤقتة، ممكن يفقدها في أي لحظة، المال بيبقى مؤقت في أحيان كتير، ممكن يفقد جزء منه في لحظة في صفقة،
وبالتالي العالم لا يعطي فرح حقيقي للإنسان، بل هو بيبقى فرح مؤقت. وفي نفس الوقت مش ممكن العالم يدي سلام حقيقي للإنسان، يبقى يمتلك فعلا كل شيء لكن مش حاسس بسلام حقيقي جوه قلبه، دايما يحس بالاضطراب والخوف، خايف على الشيء اللي في ايده راح يروح منه. ما هو سر فرحه الفلوس بس خايف انها تروح منه، سر فرحه السلطة خايف انه هي تروح منه، سر فرحه موهبة معينة ربنا مديهاله زي الرسم زي الصوت الجميل زي الوجه الجميل، يخاف انه في لحظة يروح منه، ودي بتحصل كتير. فبالتالي دايما الشيء اللي بيديه العالم بيصاحبه اضطراب وخوف، خوف من اني افقده، خوف من اني اسيبه في لحظة من اللحظات. ولذلك هؤلاء الناس بيبقوا خايفين جدا جدا من لحظة الموت او سيرة الموت حتى، لان هم رابطين سر سعادتهم بالحياة في الدنيا، وده ارتباط غير حقيقي، بيبقى ارتباط خيالي. الحاجة التانية اللي كنا عاوزين نقولها النهاردة، ليه السيد المسيح ادى مثل في الحزن بالمرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها جاءت، ولكن متى ولدت لا بتنسى الحزن اللي هي كانت موجودة فيه. اشمعنى المثل ده بالذات؟ السيد المسيح هو بيتكلم مع تلاميذه كان عارف انه فاضل ساعات قليلة ويتسلم لليهود ويتصلب، وبالتالي كل التلاميذ هيتحولوا الى الحزن والخوف والاضطراب. فحب يديهم مثل ويقول لهم انه الالم معايا او الالم فيا، او الانسان اللي بيتألم علشاني وبيحتمل هذا الالم الم مؤقت وممتزج بالرجاء. يعني ايه؟ يعني دايما الانسان المفروض يبص للهدف اللي قدامه اللي هيصل ليه بعد الالم ده. المرأة وهي بتولد بتبقى متألمة جدا، والام الولادة الام بتبقى مميتة، ومع ذلك بتحتمل وبتضحك بينها وبين نفسها. ليه؟ منتظرة إنسان جديد هيجي في العالم. هكذا أنتم أيضا، السيد المسيح عايز يقول كده، في ألم هتتحملوه وفي حزن، لكن بصوا للخلاص اللي أنتوا هتاخدوه في النهاية. أنتوا هتخافوا وهتحزنوا لأن أنا كنت على الصليب، لكن في النهاية في خلاص هتنالوه. بصوا للنعمة اللي هتاخدوها بعد كده، ألم مؤقت لفترة محدودة، ولكن الخلاص ده هيكون خلاص دائم ملوش نهاية وخلاص للجميع. طيب دي أول نقطة. الحاجة التانية في مثل المرأة التي تلد، كل إنسان علشان عادة أو معظم الناس علشان تتوب بتحتاج لتجربة، بتحتاج لألم. الألم هو اللي بيخلي الإنسان يصرخ إلى الله، تدعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني. صحيح بيبقى التجربة قاسية ومؤلمة، ولكن في النهاية هيكون في إنسان جديد. مين هو الإنسان الجديد؟ أنا لما بتوب بجدد طبيعتي، اللي الطبيعة الجديدة اللي خدتها من خلال المعمودية ومن خلالها من خلال نعمة الروح القدس اللي خدته في سر الميرون بتحتاج للتجديد. هذا التجديد بيحصل بالتوبة، وعادة الإنسان بيتوب لما يتعرض لألم. التجربة بتبقى شديدة وبتبقى مؤلمة، والإنسان ساعات بيصرخ، وربنا ساعات يتركه يصرخ لفترة مش ينزع الألم منه على طول، ده صحيح، لكن في النهاية بيخرج الإنسان إنسان جديد. الإنسان قبل التجربة غير الإنسان بعد التجربة. إنسان بعد التجربة بيخرج بحواس مختلفة، يشوف الحياة بشكل مختلف،
يشوف الناس كمان بشكل مختلف. احد الناس المشهورة، ودي قصة حقيقية موجودة دلوقتي، حصلت مع حد عايش لحد دلوقتي ومعروف يعني، فاتعرض للسجن وكان شخصية مشهورة جدا. بعد ما خرج من السجن الناس اللي حواليه لاحظوا ان هو اتغير تغيير كبير، رغم ان هو ما فقدش فلوسه ولا سمعته، ما زال يتمتع بسمعة واسعة واموال كتير. فبعض الناس بتقول له انت اتغيرت، قال لهم السجن غيرني، التجربة غيرتني، خلتني اشوف الناس بشكل مختلف وخلتني اشوف نفسي انا ايضا بشكل مختلف. انا بعد التجربة مش هو انا قبل التجربة، ذاتي شفتها، بقيت اكثر اتضاعا، بقيت اكثر محبة للناس، بقيت اقدر افرق بين المنافقين وبين الصادقين في حياتي بشكل اوضح، لاني لما اتسجنت شفت الناس على حقيقتها. فالتجربة تخلق انسان بحواس جديدة، وتخلق انسان بفكر جديد، وتخلي الانسان يقترب من الله فيشوفه بشكل مختلف. عشان كده ايوب الصديق بعد التجربة بيقول بسمع الاذن سمعت عنك، واما الان فرأتك عيناي. يا ايوب ده انت كنت يعني انسان فاضل وبتعمل كل البر، وما كانش فيه سبب لتجربتك، على الأقل بالنسبة لنفسك ما فيش حاجة كويسة إلا وكنت بتعملها، وكنت دايما بتصلي لربنا، ومع ذلك بتقول بعد بسمع الأذن سمعت عينك. بعد التجربة أنا شفت ربنا بشكل مختلف، شفته بشكل أعمق، حسيت وشعرت بيه وبصفاته بشكل أوضح، حسيت قد إيه هو بيحبني. عشان كده سمح بالتجربة عشان تنقيني. ما هالتجربة ممكن تكون للعقوبة وممكن تكون للتزكية أو التنقية. ينقي الإنسان، التجربة تنقي الإنسان. فإن كان الإنسان ده ذهب يبقى أكثر نقاء، يبقى نقاء الذهب بتاعه أنقى من الأول. هي دي التجربة. عشان كده بنقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، وذا الكل قد صار جديدا. في المسيح بيبقى فيه إنسان جديد، بحواس جديدة، بفكر جديد، بمشاعر جديدة، بيشوف الدنيا كلها بشكل مختلف خالص. هي دي اللي بتعمله التجربة والألم في حياة الإنسان، وبالتالي الإنسان ما يزعلش عشان هو بيتألم، حتى لو كانت الألام دي قوية كألام الولادة. وده اللي قاله القديس بولس الرسول لما حب يشبه الناس اللي هو رجحهم للمسيح والناس اللي كرز باسم المسيح وسطهم، قال كده عنهم: يا أولادي الذين أتمخض بكم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم. أتمخض بكم يعني بولدكم. يعني إيه بولدكم؟ يعني بخلق فيكم إنسان جديد. لما بعرفكم على المسيح كأني بولدكم من الجديد في جرن المعمودية، بخلق فيكم أو بنعمة المسيح بيتخلق فيكم إنسان جديد، زي ما المرأة لما بتولد إنسان جديد في العالم. هكذا أيضا عندما يتألم الإنسان ويقبل المسيح في حياته ويتوب، يتولد فيه الإنسان الجديد بشكل مختلف، فيصير الإنسان جديدا، وتختلف المعاني بتاعة الحياة في تفكيره. يعني قبل الألم وقبل التجربة كان ممكن حاجات كتيرة بالنسبة له لها قيمة كبيرة، ذاته كانت بتبقى كبيرة قوي في عينيه، الفلوس مهمة قوي في حياته، شكله قدام الناس بيبقى مهم جدا. بعد التجربة الحياة تختلف، حاجات كتيرة قوي يكتشف ان هي ملهاش هذه الأهمية، ممكن تكون هي كانت أبسط من كده بكتير قوي. التجربة بتعرف الإنسان ده.
زي رئيس شركة أبل كان تنيح بمرض السرطان وهو يعتبر من أغنى أغنياء العالم، فعلى سرير المرض كان بيقول بما معناه دلوقتي عرفت إنه المال والشهرة والنجاح في الحياة ما بيدوش الإنسان صحة وسعادة حقيقيين، أنا أمتلك كل شيء ومع ذلك في الحقيقة وأنا دلوقتي على فريش سرير المرض ما أقدرش أعمل ولا حاجة، أنا أضعف من أقل إنسان وبعتبر نفسي أفقر من أي إنسان. ففي الحقيقة الألم بيخلي الإنسان يرى العالم بشكل مختلف ويرى نفسه بشكل مختلف. ياريت كلنا نحاول نحن نقدم توبة باستمرار، نقرب من ربنا باستمرار، أي تجربة نعتبرها أنه دي بركة وعطية من الله، لأنه ده هيبقى سر في تغيير حياتنا، سر في أن احنا نرتبط به أكتر، نعرف أنه ربنا بيحبنا فبيسمح لينا بالتجربة. التجربة ربنا ما بيسمحش بيها بس للأشرار، أيضا الأتقياء زي أيوب سمح لي بتجربة، وأبونا إبراهيم سمح لي بتجربة. التجارب ربنا مش بيسمح بها بس للأشرار، لا، الأتقياء يسمح لهم أيضا بالتجربة، الأشرار لكي يتوبوا والأتقياء لكي يتزكوا علشان يبقوا أكثر تقوى أكثر قربا من الله. ربنا يعطينا أن نعيش حياة التوبة اللي هي تعتبر حياة مستمرة في مفهومنا الأرثوذكسي. التوبة مش مجرد عمل أو فترة في حياة الإنسان، لا، التوبة ده هي حياة الإنسان طول ما هو عايش على الأرض، هو بيقدم توبة باستمرار لربنا، وربنا إلهنا المجد دائما أبديا أمين. اليوم أيضا هو ذكرى 40 يوم للمرحوم الدكتور ممدوح موريس عبده، ربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم ويعطي أسرته عزاء لاحتمال ألام الفراق، ولهنا المجد دائما أبديا أمين.